أخبار اليوم. بالرغم من تنوع الأنظمة الحاكمة واختلاف رؤاها، ولكن الأمة العربية والوحدة العربية وقلب العروبة النابض هو الرباط الأكبر بين شعوبنا. الإخوة والأخوات، لقد أكد الاتحاد في دستوره التأسيسي على عزم الصحفيين العرب على استخدام أقلامهم وفنهم الصحفي في النضال لتحرير الوطن العربي من كل تدخل أجنبي، أو في هذا الوقت من كل نفوذ استعماري. واسمحوا لي وأنا أستعيد معكم تلك الكلمات البليغة أن أقول: أليست هذه النصوص وهذه القيم الباهرة هي نفسها التي نحتاجها اليوم؟ ونحن نناضل كشعوب ودول مستقلة وحرة لندفع شر البلاء، بلاء جديد شديد التخلف شديد الظلام يهاجم بشراسة في أكثر من قطر عربي، ليعود بشعوبنا سنوات طويلة إلى الوراء والوراء والوراء، وليمحو آثار كل نهضة حققناها، وليهدم كل حضارة بنيناها. ما يحدث الآن في بلادنا إخوتي وأخواتي يحتاج منكم إلى إعادة اللحمة وإلى اتحادكم العتيد واستعادة طوره وهدفه وغاياته، وأنتم أهل الشرف وأرباب المسؤولية. ما أحوجنا اليوم إلى هاتين الصفتين: شرف الكلمة وأنتم أهل. نحن نواجه حشود الظلام، وهذه الحشود عائدة وبقوة. جحافل الفتنة التي تطل علينا برؤوسها القبيحة لتحطم أمالنا وأحلام شعوبنا التي ثارت من أجل التقدم والاستقرار والرفاه. إن ما تواجه الأمة العربية من تحديات راهنة شاركت فيها عن عمد بعض وسائل الإعلام المشبوهة من خلال بث الشائعات والتحريض على العنف، إلى جانب بعض وسائل الإعلام الأخرى من غير قصد، ليفرض علينا جميعاً أن نلتف سوياً حول ميثاق شرف إعلامي عربي محدد. إن صوت الحق دائماً عالي، وإن صوت الباطل مهما علا فهو صوت ظاهر بإذن الله لا قوة له. ولعل هذا أدعى إلى العمل سويا من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة في تاريخ أمتنا، وهو ما يتطلب تماسك أكبر ووحدة في الصف واتساق في الرؤية. الإخوة والأخوات، إن مصر بلادكم الذي استضاف اتحادكم على أرضه ثقة منكم في حرصه على دعم استقلال هذا الاتحاد وضمانة لتحقيق أهدافه ومبادئه على الوجه الأكمل، إنما يسعد دوما بكم. وإنني أؤكد لكم وبكل ما يحمله الالتزام من مسؤولية، إن هذا البلد سيظل وفيا لمبادئ هذا الاتحاد العريق وداعما لمسيرته في نشر الفكر والرأي المستنير والدفاع عن وطننا العربي، ضد كل من تسول له نفسه للتدخل من الخارج أو من أي شر ظلامي من الداخل. الإخوة والأخوات، أعود فأرحب بكم مرة ثانية، أعود وأرحب وأهنئ المكرمين وأهنئكم جميعا باحتفالكم وفرحتكم، وأتمنى لاتحادكم كل تقدم وازدهار، والسلام عليكم ورحمة الله.